الكلام شوية بيبقى جد وحب هزار، وأوقات بيبقى على الهادي وكتير ضرب نار. ضيفي النهاردة اتعرف وانتشر بعد جوازه من الفنانة منى عرفة، مثير للجدل وكل شوية إشاعة وخناقة، غيور لدرجة الدخول في معارك كلامية مع زمايل مراته الفنانين. معايا محمود المهدي. ازي حضرتك يا استاذ داني؟ منورني. بنورك والله. تعالى نبدا على طول. يلا انا جاهز. انا جاهز. محمود المهدي بيشتغل ايه؟ بشتغل في الموبايلات اصلا، وفي النظارات كمان، يعني شغل عادي في الاستيراد والتصدير والحاجات دي. من قريب بقى ابتديت بقى في الانتاج. بعيد خالص عن الوسط الفني. بعيد. من امتى وانت دخلت الوسط؟ من سنتين كده، سنتين وشوية. قبل جواز منا؟ ما انا عرفتها من خلال لما دخلت الانتاج. في سؤال مهم قوي. اتفضلي. انتجت ليه؟ انتجت ليه؟ انتجت ان انا ما عرفتش اخش بالطريقة العادية. يعني وضح لي. يعني عشان رحت مكاتب كاستنج، رحت الحاجات كتير طبعا، كلها بقت بفلوس. المخرجين لازم يبقى لك حد، يعني حد في الوسط شغال او يبقى لك معرفه كبيره، فقلت تخش كمنتج. فالحل الوحيد ان انت هتخش عادي هتدفعي فلوس، فكده كده فيها فلوس. فدخلت بقى. انتجت ايه بقى؟ في ان شاء الله فيلم اسمه رحله الدم، ده هيتعرض بعد العيد في دبي، وفي فيلم 666 ده اللي اتعرفت فيه على هيتعرض في السينما ان شاء الله. يعني مش غريب ان كام يوم والعيد داخل والفيلم اللي انت بتقول ان انت انتجته رحلة الدم واللي هيتعرض في دبي مفيش اي اخبار عنه خالص؟ لا، نزلت شوية اخبار عنه، بس نزلت شوية اخبار شوية. انه الفيلم جديد، وبعدين انا اسمي لسه مش معروف، انا جديد في الانتاج، فهو حاجة جديدة ليا، فأكيد طبعا لسه مفيش. بس العيد قرب خلاص، رمضان. كل سنة وانت طيب. أنا نزلت من فترة وقلت، بس هو كان هينزل في رأس السنة وكده، بس أجلوه بقى لحد بعد العيد. بس هو الأسباب في الشركة اللي هي اللي خدت الفيلم هي هو عادة الأفلام مش بتتشهر باسم المنتج، بتتشهر بالأبطال. بالأبطال. مين الأبطال؟ في الفنان محمد سليمان، وطبعا الفنانه منى عرفه. حلوه الفنانه منى عرفه. عجبتني. والفنان صبري عبد المنعم، وهو اخراج. هو الفيلم كندي مصري، حاجه جديده، وفي انتاج برضو كندي معايا، ناس من كندا، والمخرج استاذ مينا، حد مصري كندي، حاجه جديده. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن لغز ورحلة ناس شباب كده بيسافروا كذا منطقة، يعني مش عايز أحرق الأحداث، بس هو أكشن رومانسي اجتماعي. لا، اجتماعي على ألغاز يعني كده. قبل ما تتجوز منى عرفة، واحدة واحدة، كان عندك كم متابع على السوشيال ميديا؟ كان عندي تقريبا، لا كان عندي تقريبا 5000 واحد. ودلوقتي عندك كم واحد؟ دلوقتي 1,400,000. الفرق ما بينهم عظيم. طبعا، والسبب طبعا يرجع لمنه. ده يرجع لمنه. طبعا. مش بتتضايق خالص اما تعمل سيرش على السوشيال ميديا او على جوجل او على يوتيوب ويتكتب زوج منى عرفة؟ زوج منى عرفة. انا كنت حاولت في البدايه ان انا الموضوع ده، لو هتفتكري اكيد منى لما اعلنت الخطوبه في البدايه، لما اعلنت ما كانتش قالت الاسم مين، واعلنت نزلت بوست ان هي اتخطبت. وفي الاول خالص الناس افتكرت ان هي بتحاول تعمل ومش عارف ايه، عشان اسباب تانية، اسباب شخصيه اخرى، فكان كلام كتير. فانا اصلا كنت قايل لها مش عايز نعمل الخطوه دي او يتقال اسمي، عشان ما الناس ما تقولش اللي بيحصل دلوقتي. كنت عايز الكلام ده يحصل يعني بعد لما فيلم 666 احنا مع بعض في ده ينزل، نبتدي بقى نعمل الخطوه دي. بس طبعا في صور اتسربت من الاصدقاء وكده، من طرف منا وكده، بس ده اللي حصل. فنزل خبر، انا هتضايق ليه؟ دي حقيقه فعلا. مش متضايق؟ لا، دي حقيقه فعلا. انت تصريحاتك دايما عامله مشاكل. مش عامله مشاكل تصريحاتي، لو هترجعي ليها تصريحاتي ان انا واحد راجل شرقي بغير زي اي راجل، بيغير على الشرف وعرضه مراتي. طبيعي لما حد يذكر أهل بيتي، طبيعي كأي راجل لازم يرد. تفتكر تصريحاتك
ضرت منا اكتر ما فادتها؟ طبعا ضرتها، عارف كده، معترف ان هي ضرتها. عارف وقلت كده فكذا لقاء، قلت ان انا فعلا ضرتها. ضرتك انت كمان؟ طبعا ضرتني، عزتني في حاجه يعني. فيلم 666 اللي كان بيني وبين منا في مشاكل دلوقتي في النقابه وكده، بسبب ان انا اللي عامله وبسبب تصريحات اللي نزلت. فاصل وراجعين. انت اتجوزت منا عرفة وعارف ان هي ممثلة؟ حصل. قلت لها لابوس ولا احضان وهي اصلا من ولا اي حاجة من قبل انا ما اقول لها الكلام ده؟ هي اصلا عندها الشروط دي، بس اللي حصل الناس خدت ذنبي انا بمنا. يعني انا تصريحاتي انا المفروض ملهاش دعوة من منا، يعني منا في ما هو انتوا الاتنين يعتبر شخص واحد. حلو. دلوقتي شخص واحد، بس شخصين واحد لما بييجوا يتجوزوا بيعتبروا شخص واحد. طبعا ما ينفعش تقول حصل لها ضرر بسبب تصريحاتي انا لا، ما هي محسوب عليك وانت محسوب عليك. ماشي، تصريحاتي كلها ايه اللي حصلت؟ تصريحاتي كلها ان انا ضد اللمس، ضد مشاهد الاغراء، بس دي تصريحاتي اللي عامله مشاكل. قولا واحدا، انت دمرت مستقبل من عرفة؟ انا مش يعني، لو انا فعلا عشان خايف عليها ان هي تبقى في يعني تبقى داخله الوسط ده، هي في الوسط ده، ان انا خايف عليها ان هي تبقى الناس تبص لها بصورة محترمة، ليها احترامها، تحترم جوزها. محمود، أبيض أو أسود؟ أبيض أو أسود. لو أنا فعلاً اللي بكده يبقى أنا دمرت مستقبل. لو عشان كده هدمر مستقبل. إيه دمرت مستقبل؟ أنت بالشكل دوت أنت راضي عن نفسك باللي أنت عملته؟ أنا راضي، إن أنا يعني بحمي مراتي، بس بحمي مراتي من حاجات وحشة. بتحمي مراتك من إيه؟ بحمي منا لسه صغيرة. منا بس يعني منا من زمان، منا سبقت وقبليها حصل، وكانت موجودة وهي صغيرة. حلو. فاللي داخل الوسط وهو صغير أكيد فاهم الدنيا ماشية إزاي، وبرضو هي ليها حرية الاختيار، أو إن هي تقدر تقول أنا عاوز أعمل إيه وما أعملش إيه. طب ما هي قالت كده. ممكن أنت عامل عليها لود أو خالص شارط عليها شروط معينة؟ لا. أنا كان اتفاقي لما عرفنا منا في الأول خالص، ولما علاقتنا ابتدت تتطور، أنا كنت صريح معاها من الأول على جوازي، على كل حياتي، وقلت لها أنا بحب 1 2 3 كذا. كراجل في شغلك أنا ما عنديش مانع أن أنت تشتغلي، زي ما في فنانات كتير في الوسط محترمين وضد مبدأ الحاجات دي، البوس والحاجات دي، وبيمثلوا باحترام. وهي كمان عندها الكلام ده. فلما جينا بقى اتكلمنا، اعترضنا على الحاجات دي، الدنيا قامت. ليه يعني؟ محمود جاوبني بصراحة، أنت شايف أن الفن حرام؟ لا، الفن بيبقى فيه رسالة هادفة، مش يعني في فن بيقدم رسالة، مش لازم احنا ليه احنا مركزين على مشاهد الإغراء والحاجات دي. حلو. وارد جدا يبقى فيه مشهد حد بيجس نبض، حد بيطبطب على أخته وكتفها، باباها، الكلام ده كله، ده في سياق الدراما بشكل محدود، ده انت رفضه أصلا من الأساس. لا، مين قال الكلام ده؟ ما منا بتسلم على الناس. ما هو أساس المشكلة مع الفنان محمد نجاتي ان هو كان هيجس نبضها. ما كانش المشكله دي كده، هو مزود الموضوع ده، هو قايل كده من عنده. تفتكر هو بيعمل كده عشان يركب ترند وردي على الموضوع محمد نجاتي، لو ما كانش عمل الترند ده محمد نجاتي ما كانش طلع في البرامج اللي بيطلع فيها دلوقتي. بس بصراحه حاسس ان انت اتسرعت في جواز منا عرفة؟ لا طبعا خالص. مش ندمان؟ لا طبعا، بالعكس، وبحبها جدا. بس تفتكر هي ندمانه؟ لا طبعا، بالعكس، انا دخلت حياتها وهي دخلت حياتي، هي بينت لي حاجات حلوه في حياتي وانا بينت لها حاجات حلوه. انا مستغربه بصراحه، اقول لك ليه. انت بتشكر فيها. حلو. وهي بتشكر فيك. تمام. بتقولوا في بعض شعر، وانت متفق على حاجات في علاقتك معاها وفي شغلها وهي موافقه عليها. حلو. وهي اكيد متفقه معاك برضو في قواعد معينه لشغلك، وانت مفهمها ان انت هتبقى مريحه في كل حاجه. كل حاجه موضحين فيها. انفصلتوا ليه؟ انفصلنا ليه؟ منا بتحب الفن جدا، وانا بقول لك انا فعلا اذيتها. انفصلتوا ليه؟ انفصلنا بسبب النقابه بس. يعني النقابه هي كان ليها دور كبير في الموضوع. ازاي كان ليها دور كبير؟ ازاي كان جالها منا جالها مكالمه بسبب تصريحاتي في النقابه؟ أنا كنت قاعد جنبها، مش هنقول الشخص مين اللي كلمها، بس هي مكالمة من النقابة من غير ذكر أسامي. يعني نصحها إن نصحها حاجة
ما هو النصيحه بتجيلنا عادي في التليفونات. ما هو نصحها عادي ان هي ممكن لو فضلت يبقى صديقه ليا اصغر مني سنا بتنصحني. نصيحه عن نصيحه تفرق. في نصيحه ان لو كان نصيحه النصيحه اللي جات لها ايه، ان انت لو فضلتي مع جوزك ده مع تصريحاته دي انت مش هتكملي في موضوع الفن. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. معلش، المكالمه جات لك او المكالمه جات لها ان ابعدي عن محمود صح؟ علشان عامل مشاكل وتصريحاته وكل الكلام ده. طب ما هي مفروض ما تبعدش لو حبكوا قوي. حلو، مش انا اللي قلت هي بعدت، قلت لك انا. اصل في ناس بصراحه بتقول ان ده مجرد شو وترند جديد وحاجه جديده، سيبنا بعض رجعنا لبعض زي بقيت ناس كتيره بتعمل كده. بتعمل كده يعني اي ثينك ان انت هتوافقني في الكلام ده. حلو. ناس كتيره بدون ذكر اسمائها هم دايما اول ما بيلاقوا عندهم الريتش وقع بيعملوا سيبنا بعض، اكتشفت ان هو خاين، الكلام ده كله كتير قوي. دي مش حركه؟ لا. طيب يعني مش المكالمة حركة جات لها ان معلش اوضح لك ان انت تبعد عنها، ومكالمه ما جات لهاش ان هو يبطل يطلع في برامج ويتكلم ويقول. ما هي مش حاجة هتقدر تجبرني ان انا اطلع اتكلم. لما حد يجيب سيره مراتي اكيد مش هسكت حتى لو هو مين، مش هينفع. بس انا خدت قرار ان احنا نبعد ننفصل بسبب عشان هي بتحب الفن وبتحبني جدا يعني، فانا رعيت ان هي بتحب الفن ده. وانا من الاول لما عرفت منها قلت لها بالعكس انا هقف معاكي وهبقى في ظهرك وهساعدك وان شاء الله تتألقي وتبقى، بس في حدود. انت سبتها اول ما طب فين؟ لا احنا قلت لك انفصال بسبب مشكلة. انت معتبر نفسك ان انتوا لسه مع بعض؟ احنا بنحب بعض وانا مش هفرط فيها بالساهل، بس الفكرة في حاجات ما ينفعش اقولها دلوقتي او في تصريح مش هينفع اتكلم فيها، لان هي فعلا اتأذت بسبب وما ينفعش اذيها تاني كمان. فالموضوع كله حماية ليها، بس ده الناس كتير مش فاهماه ومش هعرف اقوله دلوقتي غير بعد فترة كده لما يحصل تغييرات ساعتها في النقابة او حاجات تحصل في نقدر ساعتها. نقدر نقول النقابة هقدر اتكلم اقوى من حبكم؟ لا طبعا. لو انت مكان منا دلوقتي واتحطيت في الخيار ده، الشغل او محمود، تختار ايه؟ محمود. متأكد؟ اه واسأليها كده. متأكد؟ جدا. نقدر نقول العنوان حب منا وحب محمود اقوى من اي قرار؟ طبعا. لسه موجودين مع بعض ان شاء الله يعني، وخلاص يعني ان شاء الله احنا في صلح وفي مكالمات يعني وكده، وان شاء الله خير. طب تيجي نطلع فاصل؟ يلا ونبتدي نلعب بعد كده. ماشي فاصل. تعالى نبتدي نلعب. يلا. تحت الكوباية حكاية. الفقرة دي في عصاير قدامك شكلها غريب وطعمها أغرب. وتحت الكوباية كارد. الكارد دوت فيه سؤال، والسؤال وراه حكاية. عاوز تجاوبه اقرأ السؤال بصوت عالي وجاوبه، مش عاوز تجاوبه هتشرب العصير كله. يا مسح. ابدأ زي ما انت عاوز. نشرب العصير. مش هينفع اقوله. انا اتصدمت عشان انا متخيلة بالجرأة اللي ظاهر بيها ان انت هتجاوب ولا عصير هتشربه. ده في اسئله تانية اصعب من كده. اه كده هتشرب الاربعه. لا ان شاء الله، بس ده هيبقى فيه يعني فضايح لمسمعين، هيتأذوا جامد. بس انت عارف الاجابه ولا فعلا كلها لا اجتهادات؟ لا والله عارف الاجابه، عارفها وبالاسامي كمان. ومعاك دلايل للكلام ده؟ معايا دلايل. طب مش عاوز تجاوب ليه؟ مش هينفع بقى، هيبقى فيها مشاكل كبيرة. تحب تقول السؤال بصوت عالي؟ هقوله بس مش هجاوب عليه. ماشي. قلت إن في مخرجين بيستغلوا البنات وبيتجوزوهم عرفي علشان يشغلوهم، عندك شجاعة تقول اسم المخرجين دول؟ ما عندكش الشجاعة إن أنت تقول الأسماء؟ صعب. اشرب العصير. أنا مش عارفة أقول لك العصير إيه، بس هو زبادي بالبصل. بالبصل؟ أنا رأيي إن أنت تجاوب.
انا شميت ريحته منفذه. صعب الناس دي هتحصل لهم مشاكل جامده. هتحصل لهم هم ولا هتحصل لك انت؟ انا كمان تحصل لك انت. يعني انا في مشاكل كتير اصلا دلوقتي، مش حمل المشاكل اكتر كمان. اشرب. نخش على اللي بعده. ده صعبان عليا ان انت شربت العصير كله بسنة. ان شاء الله مش هنشرب حاجه تاني. مضيت على مؤخر قد ايه لمين نعرف؟ 200,000. 200,000 جنيه؟ فلت انت من عصير التوم. حاجات ما فيهاش عادي. كان طلب منها الرقم ده ولا انت اللي قررت ان انت تكتب المؤخر ده؟ هي اللي طلبته على فكره. انا قلت لها انت عايزه قد ايه؟ على فكره احنا منا ما رضيتش تكتب قايمه اصلا. ده لناس كتير ما تعرفوش، ومش في دماغها موضوع لازم قايمه ولازم حوار النيش وحاجات كتيره. بس قالت لك هكتب مؤخر. هو مش هي بس، كان اهلها عادي، هي كانت كانش عندها مانع يعني حتى ما نكتبش مؤخر. بس انا قلت لها لا، على الاقل اي حاجه اضمني. بس احنا وصينا من الدرجه احنا فاهمين بعض قوي. فقلت لها ساعتها اللي انت عايزاه انا بس. فساعتها حد يعني والدها اقترح ده، وقلت له مفيش اي مشكله اللي انتوا عايزينه. تعال نخش على السؤال الثالث. يلا. هل منا اشتكت من حد ضايقها او اتحرش بيها في عمل من اعمالها؟ لا ما حصلش. ما حصلش. هي بتدي حدود في الشغل عامه يعني. هو مش لازم اللي يتحرش بحد ان هو ما اداش حدود. لا ما انا فاهم لو حد اتحرش. عشان كده اسمه تحرش. ايوه فاهم، بس هي بتبقى هي بتتعامل بحدود مع اي حد. يعني بيتوقفوا عند حد ولو في ده بره الحدود. انا معاكي، بس لا ما حصلش. ما حصلش. ما جاتش حصل منها وقالت لي. يعني الوسط الفني مش كله وحش. انا ما قلتش ان الوسط الفني كله وحش، بالعكس انا في حاجات حلوه وفي ناس كويسه. بس انا بتكلم ان في ناس بتطلع تتكلم باسم الناس. يعني في فنانين بيطلعوا يتكلموا بيقولوا احنا مع البوس او ضد ده. انت فنانه او انت فنان مالكش حق ان انت تتكلم بصيغه الناس. انت فنان. انا ليه بتكلم على الفنانين؟ ان هو بيبقى معروف بره. ما انت برضو بتتكلم على صيغه الناس. طيب ما حلو، انا بتكلم عن صيغه الناس. ليه؟ طب انا ليه ليه مثلا لو يعني انت عندك وجهه نظر بتدافع عنها، طبيعي ان الشخص الاخر يبقى عنده وجهه نظر حلو يدافع عنها. كومنتاتي ليه بتطلع ترند؟ عشان دي وجهه ناس عشان كتير. انت بتختار المواضيع الترند. مش بختار المواضيع الترند، عشان ردي بيبقى رد ناس كتير عايزه تقول كده. بس انا دايما اغلب وقتي في الشارع وببقى قريب من الناس، فده بيبقى رد الناس. احنا مش عايزين حد يشوه سمعتنا بره. احنا الوسط بتاعنا فيه ناس كتير كويسه، بس اي حد فنان او ده خليه يختص في مجاله. انت مش طالع تعلم حد ولا تكلم، خليك في شخصك انت، في تمثيلك انت، قدم رسالتك. بس ما تجبرش حد على حاجات انت معتقدات انت شايفها لنفسك صح تقولها على راي الناس كلها. انت شخصيه معروفه فما ينفعش تطلع تقول الكلام ده. روح للاخير. ختامها مست. يا مسح. هل طلقت منا عرفة رسميا؟ اخر رساله حب لمنا بعتها امتى؟ انت كنت سايب لها حد في اللوكيشن؟ ما كنتش سايب لها، في حد اتصل بيا. انت بتثق في منا؟ قررت نيابه عنها ان انت تغيرها للاحسن من وجهه نظرك. منا تستاهل ان هي بتبقى احسن من كده وتوصل لمرحله. ده من وجهه نظرك. فشلت تبقى ممثل عشان كده بتهاجم الفنانين؟